من الله تعالى وتوفيق شوط الختام الذي انطلق بهذا الأداء الجميل، خصص هنا للقاية البكار المهجنات الأصايل لأبناء القبائل في هذا السباق الجميل. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 14 إن شاء الله، وأشواطنا الرئيسية شوط أيضا قصر الحصن الذي سوف ينطلق في 4 من عصر هذا اليوم جستم إذا برج الحصن. نتابع معكم المسيرة، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، وهنا من تفتتح الإذاعة في هذا الشوط مع السيارة أيضا المنطلقة بهذا الأداء، وهنا جائزة هذا الشوط الرئيسي الصدارة والمقدمة شعار بن عمهي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقة الجميلة. هنا مقصصة للسيد حمدان بن نمعة بن حمير بن عمهي المنصوري على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتي مواري راشد بن مبارك بن علي بن روضة المنصوري، وهنا مواري على صدارة هذا الشوط، مواري على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مواري 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 راشد بن مبارك بن علي بن روضة المنصوري ونصايح على ثاني المراكز، واللحظات الأخيرة بين مواري ونصايح، نصايح ومواري، مواري ونصايح، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ نصايح مواري، مواري نصايح، نصايح مواري، واللحظات الأخيرة ونصايح، نصايح لها الفوز، لها الناموس، تهانينا لمحمد بن أحمد بن خزاع العامري. المركز الثاني مواري للسيد راشد بن مبارك بن علي بن روضة، وهناك أيضا العبور عبد الله بن دخيل الله بن رويش الجهري، ووصول من خيرة سعيد بن نابت بن خيلة، وهناك ايضا على خامس المراكز من وصل الزعفرانه الشيخ نهيان بن ركاض الا عامري. هذه هي النتائج للمراكز الاولى مشاهدينا الكرام، لنا عوده مع نصايح وانتزاعها هذا الشوط، انتزاعها الفوز، انتزاعها الناموس. تهانينا لمحمد بن احمد بن خزع العامري على فوز نصايح بالمركز الاول، تهانينا وناموس. والتوقيت الزمني الذي سجلت خلال هذا الانطلاق المميز هنا ولحظه وصولها 7:39، 5 من الاجزاء من الثانيه، والتوقيت الزمني للنصايح. تهانينا للسيد محمد بن احمد بن خزع العامري، بينما المركز الثاني قدمت عرض تشكر عليه مواري للسيد راشد بن مبارك بن علي بن روضة المنصوري ب7:40، جزء واحد من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا وناموس. أما ثالث المراكز فكان مع العبور للسيد عبد الله بن دخيل الله بن رواشد الجهني، من وصلت على المركز الثالث ب7:41 وفاء وتماما وكمالا، هو توقيت الزمني. تهانينا وناموس على هذا الأداء الجميل.